اختتمت سبينيس حملة جمع التبرعات لمركز سرطان الأطفال لبنان، وتخطت عائدات الحملة 115 مليون ليرة لبنانية تبرع بها زبائن سبينيس الأوفياء. قام فريق عمل سبينيس بزيارة المركز لتسليم التبرعات بالنيابة عن الزبائن، وتخللت الزيارة التعرف على كافة أقسام المركز ونشاط ترفيهي مسل للأطفال. تشكر سبينيس كافة زبائنها وفريق عملها الذين ساهموا بمساعدة طفل مصاب بمرض السرطان، وتعد بالعمل الدائم لتقديم كل ما بوسعها لمساعدة كل الأطفال المرضى انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع اللبناني.